السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كي دايرين مع هاد الجو؟ كي دايرين مع هاد الوباء اللي طاح علينا من السما؟ دوزينو مزيان؟ نتمنى الله انكم تكونوا مدوزينو مزيان، انكم تكونوا في ديوركم، لان هاد الوباء راه ماشي سهل، ماشي شي حاجه اللي سهله، ماشي شي حاجه اللي نستهزئوا بها، شي حاجه اللي راه صعيبه على حسب اللي حنا تنشوفوا وعلى حسب هادشي اللي واقع في الدول كلها. اللي علينا حنايا دابا خصنا نجلسوا في الدار، نبقاو في الدار، ما نخرجوش، نخرجوا الا للضروره، وملي نخرجوا نحاولوا باش نديروا الوقايه، ضروري منا. انا توحشتكم بزاف. نشكر كل وحده سولت فيا، نشكر كل وحده اللي صيفطات لي ميساج، اللي كتسول فيا وكتقول لي كي دايره، ياك لاباس. الحمد لله انا لاباس وبخير، ولكن حتى انا راني في كونفينمون، حتى انا راني كنلبي الطلب ديالنا، لان الحكومه ديالنا دايره جهدها واكثر من جهدها، وعلينا حنايا اننا حتى حنا بدورنا نديرو اللي كيطلبوه منا. يخصنا الكونفينمون، نجلسو في ديورنا، ما نخرجوش من ديورنا، نخرجوا الا للضروره. دونك وفي ديورنا حنايا راه عندنا بزاف ما يدير، عندنا حويجات ما نديروهم، المراه راه عندها في الدار بزاف ما يدير، الراجل حتى هو راه عنده ما يدير. دونك يخصنا نجلسوا في ديورنا، هذه هي الفرصه باش نجمعوا مع العائله الصغيره ديالنا، باش نعطيو الحنان لوليداتنا، نتقربوا منهم اكثر واكثر، نتقربوا من ازواجنا اكثر واكثر، ندخلوا للكوزينه نديروا شيوات مره، ما نكثروش بزاف، ما خصناش عاوتاني نبقاو جالسين غير ناكلوا، الا خصنا نديروا شيوات اللي شحال هذه ما درناها، ولا كنا مشيناها وما قدرناش، ما كانش عندنا الوقت باش نديروها. دابا راه عندنا وقت نديروها، نتهلاو في وليداتنا، نعاونوهم في القرايه ديالهم في الدار ديالهم، اللي ما عندوش وليدات راه عنده عاوتاني حويجات اخرين ما يدير. في نهارك يمكن لك من الصباح حتى العشيه ما تحسيش بالملل، الا عرفتي كيفاش توسعي الوقت ديالك. عندك مثلا تقدري ديري رياضه في الدار، تقدري تقراي كتب، تقراي القران، تصلي الاوقات ديالك، الصلوات ديالك في الاوقات ديالهم، تدخلي الكوزينه ديري مره ديري شيوات، تفرجي في التلفازه، تفرجي الاخبار، تشوفيهم الاخبار اللي رئيسيه، الاخبار اللي كتعطيك الاخبار الموثوقه، ماشي انا بوحدكم، ماشي نسمع ليك، ما نبقاش متبعه الواتساب ولا متبعه انا الريزو سوسيو غير اللي قالوها نتيقه وغير اللي كاينه، لا نتيق الحوايج اللي موثوقه اللي جايه رسميه هي اللي نتيق بها، وما نبقاش نسمعك بزاف، لا نسمعك الاخبار الرئيسيه، نعرف اشنو كاين، اشنو كيدور في العالم، ونعرف كذلك اشنو كيدور في البلاد ديالي، وصافي ونشغل راسي بحوايج اخرين. عندي ما يدير، وانا بداتي راني حاطه لكم بزاف ديال الدروس، راه اكثر من 130 درس ولا ما عرفتش شحال، راني حاطاهم لكم، يمكن لكم ترجعوا ليهم وتشوفوا. دابا عندكم الوقت، الوقت كاين، ترجعوا ليهم وكل نهار ديروا درس من دوك الدروس، طبقوا. اللي عندها الثوب وعندها الماكينه هي تقدر تخدم، اللي ما عندهاش الماكينه تخيط غير بيديها، اللي ما عندهاش الثوب في الدار وعندك ايزور قدامين تقطعوا وقدامين وداكشي، يمكن لك تقطعيهم وانت تفصليهم وديري بهم حويجات للدار، ديري بهم بزاف ديال الحوايج، وانا راني عطيت لكم امثله بزاف في الدروس ديالي. اللي عندك سيوات قدامين تقطعهم وتاخذ منهم طريفات ودير بهم حويجات للدار، دير حويجات للكوزينه، دير بزاف، رمضان ها هو جاي قرب لينا ان شاء الله، الله يجيبو بخير ويلقانا حنا بصحه جيده، ها هو قرب يجي عندنا وان شاء الله يلقانا خرجنا من هذه الازمه هذه، خرجنا من هذه العزله هذه، ويلقانا موجودين حويجات لرمضان. صوبوا بزاف ديال الحويجات، صوبوا سليلات، صوبوا بزاف، حتى الله ما يدير. انا كاع ديك الدروس اللي درتهم لكم يمكن لكم ديروا تشوفوهم وتطبقوهم وتصوروا حويجات. دونك فوالا، يخصنا نبقاو في الدار، ما نخرجوش الا للضروره، نبقاو في الدار، نحافظوا على رؤوسنا، حيت الا بقينا في دارنا ما خرجناش، الوباء ما عندوش من يجي لعندنا،
باغ كونت الا خرج انا من الزنقه ونبقى خارجه داخله خارجه راه ندخل كل ما دخل راه نجيب معايا مصيبه ونجيب مصيبه لراسي ونجيبها لولادي ونجيبها لداري. ما يخصنيش نخرج نبقى في داري نبقى في داري في داري عندي ما يدا في داري وين ما خدمتش شهر ولا ما خدمتش شهرين ولا ما غاديش يموت. بالعكس الا خرج من الزنقه وجات الوباء تما فين غادي نجيب الدار ولا لراسي. دونك نبقى في داري نبقى في داري. انا نراكم كلكم احبابي وخواتاتي وصحاباتي وكلكم اخوتي وكلكم اللي معايا في القناه ديالي. انا نراكم نعاود ونعاود بقاو في ديوركم باش ان شاء الله يفوت هذا الوباء هذا ونتلاقاو عاوتاني من جديد. نعطيو عاوتاني دروس ونعطيو بزاف 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 ديال الحوايج ونتلاقاو ان شاء الله من جديد. توحشتكم بزاف بزاف بزاف. توحشت نتلاقى بكم. توحشت نعطي لكم دوك الدروس. توحشت دوك لي كومونتير ديالكم زوينين. توحشت وعرفتكم حتى انتم انكم توحشتوني ولكن للضرورات احكام. حيت انا باش نصاوب واحد الفيديو ولا باش نصاوب واحد الدرس يخصني ليها بزاف. يخصني نوجد الدرس يخصني كذلك نصور يخصني كذلك ندير المونتاج وهادشي كله هادشي كله يخصو القلم يخصو الحاله النفسيه تكون مزيانه. يخص بزاف ديال الحوايج نكون مرتاحه باش يمكن ليا نعطي لكم واحد الدرس فيه اجابه. نعطي لكم واحد الدرس اللي يكون كيفاش غادي نقول لك اللي يكون فيه واحد الطاقه ايجابيه. كيف تنقول تكون فيه واحد الطاقه ايجابيه. ما نبغيش نقعد ندير فيديو ونبقى نلوح ونعطي لكم نابورت كوا. ما كنبغيش انا هذيك الحاجه هذيك داكشي باش انايا غبت عليكم داكشي باش غبت عليكم وسمحوا لي بزاف. ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راه غادي نتلاقاو في القريب ان شاء الله بحول الله. نقول لكم بان نبغيكم بزاف بزاف بزاف. تنبوسكم ونتلاقاو ان شاء الله قريبا. السلام عليكم.